مساء الخير احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا لا فيديو تاعي اليوم. انا نرحب بكم على قناتي، قناه ريسيكلاغ هاند ميد دي اي واي. ونقول لك اذا كانت هذه اول مره تفضل القناه، شارك في القناه وفعل خاصيه الجرس، لانه عندنا افكار ابداعيه وحصريه في الديكور والاشغال اليدويه والتدوير الفني. إذا الفكرة اللي جبتها لكم اليوم أحبائي هي فكرة حول العودة إلى المدارس. دونك جبت لكم بين هولدر ولا بورت ستيلو حامل أقلام بعبوة الشيبس. إذا راح نشوفوا كيفاش نقدروا نحولوا هاد العلبة هذه إلى حامل أقلام. دونك نحتاجوا إلى العلبة تاعنا، نحتاجوا إلى المتر للقياس، نحتاج إلى الصوف الوان اللي تحبوها، ونحتاجوا اللاصق تاعنا اللي هو السيليكون. اذا في خطوه اولى تحكموا العبوه تاعكم. اذا راح تحاولوا يعني تقيسوا مسافات تكون متساويه. انا هنا يا اخي درت حوالي 2 سنتيمتر، يعني في كامل العبوه تاعي. اذا هاي ليك. ودرك راح بالقلم الرصاص اذا راح نوصل عموديا بين هذيك 2 سنتيمتر باش تجيني عمليه التقطيع، يعني الخط تاعي يكون مستقيم، راح تكون سهله. اذا راح تستعملوا هنايا المشرط والا المقص لكان حاد، تقطعوا هذيك المسافات اللي درتوها. اذا هنا نحكم الخيط، اللون اللي حن نبدا به انا حنبدا باللون الاسود. اذا تحكموا الخيط تنيوها على 2 وتدخلوه في احد الاطراف اللي قطعتوها. اذا بما انه دوك الخيط عنده طرفين، اذا تبعوا مليح، هي طريقه سهله يعني في الحقيقه. اذا راح نبداو نخدموا بطرفي الخيط. اذا نبداو بالطرف اللي هو على اليمين ونحطوه خلف القطعة الموالية، ومن بعد نخدم بالجهة اليسرى ونحطها خلف القطعة الموالية، وهكذا يعني في كل مرة طرف الأيمن خلف لاحظوا القطعة الموالية، نروح الطرف الأيسر خلف القطعة الموالية، وهكذا يعني فو تخيسي، راكم ديروا ان تخيساج، يعني راكم تنسجوا في طريقة معينة يعني للنسيج. اذا دائما خلف لاحظوا، اذا الطرف الثاني خلف القطعه المواليه، وهكذا راح تكملوا. اذا انا هنا راح نستعمل لونين، اللون الاسود واللون الابيض. اذا كي تلحقوا الى نهايه الخيط ما عليكم غير تحكموا اللون اللي حابينه، تعقدوا يعني تربطوا، ديروا عقدتين في الجهتين وتواصلوا العمليه بشكل عادي. والا اذا كان الخيط تاعكم يعني هناك في الاسواق يعني متوفره الصوف اللي فيها عده الوان، دونك راح تجيكم العمليه سهله، ما راحش في كل مره يعني تحضروا هذيك العقده وتكملوا. لاحظوا يعني الطرف الاول الطرف الثاني دائما في الخلف، دائما تخدموا بالطرفين بهذا الشكل. اذا كيما شفتوا خديت 6 خيوط، يعني 4 في الابيض و2 في الاسود، تقدروا ديروا العكس. ودرت ضفيره عادي يعني بطول معين، هذيك الضفيره هذيك دوك هي اللي
حنا نشبح بها يعني في اعلى وفي اسفل الحامل تاعي. دونك هذيك الضفيره تاخدوها بقطره سيليكون، تحاولوا يعني تحدوا بها الحافه السفليه راح تمد لكم شكل جميل. تقدروا ديروها يعني خشينه على هذه، يعني تضاعفوا الخيوط، ديروا 3 خيوط 9 خيوط بليتو، يعني في عود ندير 2 خيوط نديروا 3 خيوط ولا اكثر باش تجيكم الضفيره خشينه كيما تحبوا. في الاعلى انا راح ندير دورتين، يعني دوره اولى ودوره ثانيه. واكيد انه الخيط الاخير كي كنت نخدم في العلبه تاعي الخيط الاخير شفتوني كيفاش عقدت باش ما يفتح ليش الخيط، اذا تروحوا غير بالعقل باش ما يخرج لكمش السيليكون. وديروا الدورتين وتزينوه يعني بطريقتكم، تحبوا تخليوها هكذا سامبل، تحبوا يعني الا كان للاطفال تاعكم تقدروا تعطيلو يعني ديروا له ان بيرسوناج. كاين يعني الان في الاسواق متوفره العيون المتحركه، كاين لي بومبون اكسيتيرا، اذا تحبوا ديروا له هذيك العيون المتحركه، تحبوا تزو تشبحوا. انايا شبحته بالقعد في لي ميم تام الابيض الاسود، كانوا عندي لي بومبون في اللون الابيض الاسود، دونك درت له في الفوقه يعني في الاعلى حطيت لي بومبون صاير داير فوالا. دونك بهذه الطريقه في وقت قصير تكونوا يعني استمتعتوا ودرتوا استرجاع يعني، وخدمتوا هذا البين هولدر حامل الاقلام اللي توجدوا به يعني لولادكم، تهيئوهم نفسيا باش يتحضروا الى الدخول المدرسي. دونك كانت هذه الفكره تاع اليوم احبائي، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ديروها نتوما ثاني في المنزل مع وشاركوا دائما اولادكم في هاد الورشات. نتلاقاو ان شاء الله احبائي في ابداعات ورشات وافكار اخرى. بقاو اوفياء القناه اوسيكلار هاند ميد دي اي واي. مع السلامه.